هل من نصيحة لمن يتكلم في أعراض العلماء والمشائخ؟ الغيبة لا تجوز في المسلمين، لا في أعراض العلماء ولا العوام ولا أي مسلم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقولها: تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني فأنت لا تخرج من أنك مغتاب ولا كذاب والعياذ بالله. والغيبة كبيرة والكذب كبيرة، وغيبة العلماء أشد، لأن العلماء هم القدوة، فإذا اغتبتهم بغضتهم إلى الناس ونفرت من علمهم والاقتداء بهم، فهذه مفسدة أخرى والعياذ بالله. نعم.